كثير منهم يعني تحسي إنه أنبسطوا إنه في ناس بتحس فيهم، في ناس بتحس بمشاعرهم، في ناس فكرتهم، في ناس تحس إنهم هم واقفين جنبهم. من ضمن الأشياء يعني اللي أنا أحس إنه يعني دور لي دور مرة مهم وفعال في هذا الموضوع بالذات تحديدا، الناس اللي مثلا بيعانوا أو كذا بياخذوا معايا استشارات، هي استشارات الميك اب، ولكن هذه ايوه استشارات او سيشن اللي هو جلسات خاصه لكيف ان هي تضبط نفسها، كيف ترسم حواجبها. طبعا نعرف انه معظم اللي بياخذوا كيموثيرابي بتتساقط بتتساقط حواجبهم، رموشهم، شعرهم، فقل ما يجب اني انا اقدم لهم خدمه انه كيف ممكن هذه الانسانه تجمل نفسها، كيف ترسم حواجبها، كيف تركب رموشها، كيف تحس بجمالها هي أساسا. وطبعا أنا أبدأ معها في السيشن بإني أنا أبدأ معها من التجميل من الداخل، لأنه حقيقي أنت ما ينفع تشتغلي على شيء خارجي وتسيب الداخل، لأنه الخارجي مجرد إنك أنت بس بتعطيها حل مؤقت، ولكن لما تشتغلي على تجميلها من الداخل أنت بتعطيها يعني زي ما تقولي دواء. أيوة يعني أنت بتساعديها على العلاج، أنت بتساعديها على العلاج حقيقي.